وأجمل البوح في كفين ترفعها بما تناجي كريما يسمع الداعي. تقول يا رب ها قد جئت معترفا بالذنب والوزر فرحا كل أوجاعي. اللهم اجعلنا عند النعم من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولك في جميع أمورنا من الذاكرين. اللهم إن ذنوبي لم تكن استهانة بحقك ولا جهلا واستخفافا بوعيدك، إنما من غلبة الهوى وضعف القوى، فاستغفرك ربي وأتوب إليك يا رب. غفرانك ربنا. السلام عليكم أعزائي، نتمنى يكون كل شيء بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نتقاسم معكم واحد التجربة ديالي. غادي نعطي نصائح للناس اللي مقبلين على العمرة، شنو الأماكن اللي ممكن يتقدوا منها بثمن رخيص. غير مهم غادي يكون فيديو مقسم لجوج، واحد غادي يكون فيه المشتريات، واحد غادي تدوي فيه على التجربة وبعض النصائح. السلام عليكم. كل واحد فينا في هذه الحياة عنده آمال، عنده أمور كيحلم أنه يحققها في حياته. أي واحد فينا عنده أمور كتضره بزاف وأمور كتفرحه بزاف، وكل واحد فينا قد ما كانت درجة ذنوبه في هذه الحياة فراه فيه واحد النقطة هي القليلة في قلبه اللي كتحن للرجوع الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للتجربة ديالتي أنا غندوي على التجربة والأسباب اللي خلوني بغيت ندير عمرة وأنا في سن صغير. أول سبب هو أنني كنت ديما كنستغرب من الناس اللي عندهم إمكانيات مادية، علاش كيخليو الحج أو العمرة آخر حاجة؟ علاش ديما بنادم تيتزوج ويولد ويدير الدار ويدير الطوموبيل ومن بعد حتى يزوج ولادو عاد ديك الساعة يبدا يفكر أنه يشطرق الله سبحانه وتعالى ويقلب على حسن الختام عادي يمشي لبيت الله؟ علاش الانسان ما كيمشيش هو بصحته؟ هو قادر. كيف قال واحد الاستاذ كي كيقرا ديال الاسلاميات، الله سبحانه وتعالى ماشي لافيراي، حتى المراه ما يبقى فيها ما يدار ويمشى الجمال ديالها عاد تفكر في الحجاب وتفكر في الله سبحانه وتعالى، والراجل تمشي القوه ديالو والشباب ديالو والزين ديالو عاد يفكر في حسن الختام ويفكر في الصلاه ويفكر في مناسك ديال العمره او الحج. هذا اول سبب. السبب الثاني الوالدين، مسألة البر بالوالدين. فكنت كنتمنى من صغري كنقول يا ربي تكون عندي، يعني نخدم وتكون عندي القدرة المادية أنني نقدر أنني ندي والدي وأنني نحقق الحلم ديالهم أنهم يمشوا لذاك المقام. لكن شنو هو السبب اللي خلاني مشيت في هذاك الوقت بالضبط ماشي وقت آخر؟ لأن العام اللي أنا مشيت فيه بصراحة ما كنتش كنفكر هذاك العام بالضبط، ما كانش عندي نهائيا الفكرة أنني نمشي العمرة. ولكن هذاك العام كتعشت أكبر مشكلة في حياتي، أكبر ألم عشته في حياتي. عارفش الإنسان كيتهد، عارفش الإنسان ديال أنك كتهز تلسابع سما وكتخبط تلسابع أرض الغدر، ذاك الإحساس أنك كتقمع وكتظلم وكيبغي يتخذ لك حقك وكتهان بواحد الشكل. ملي واحد الانسان كيبغي يكسرك وكيبغي يديرك تحت رجلين وكيبغي يهينك، الاصدقاء اللي كنتي كتثق فيهم وحل لهم باب دارك، واكثر اللي قبل ما كتحل باب دارك كتحل باب قلبك لذاك الناس وكتبغيهم بصدق، فكتكتشف ان داك الناس ما كيبغيوكش، واكثر من ذلك انهم كيسعوا باش يديوك وباش يدمروك. الله اعلم شنو السبب، ما عرفش. انا باقا حتى دابا كنقول شنو السبب اللي كيخلي الناس اللي كتثق فيهم وكدير فيهم غير الخير انهم يضروك، ان داك الناس كيقلبوا باش انه يديوك. فعلا عشت اصعب تجربه في حياتي، تظلمت لدرجه انني الدنيا كلها مابقاش كتسوى عندي، ما بقيتش حملتها، كرهت حياتي، كرهت خدمتي، كرهت داري، صافي وليت باغي نهرب، وليت بغيت نمشي لاي بلاصه، صافي ما بقيتش بغيت نجلس في هذه المدينه، ما بقيتش بغيت نشوف الناس، تخنقت بالكذوب وليت كنشم غير الخضر والخيانه، صافي ما بقيتش قدرت، وليت كنقلب على شي بلاصه نقيه، صافي بغيت نخرج. وشوف سبحان الله العظيم ديك الساعه اتفقت انا والوالد ديالي انني حنا كنا قبل مخططين اننا نسافروا غنمشيو لتركيا، وسبحان الله هذا في الوقت اللي انا في
الازمه ديال بصح يعني صافي تخنقت مرض صافي وليت كنبكي بالليل وبالنهار. نعسه خير وسلام، ما عرفش شكون اللي غادي يجي هاد المساله غريبه. نعسه خير وسلام وكنحلم بانني بحال كنبكي، وقف عليا واحد الراجل قال لي انت مخنوقه، قال لي انت بغات تهربي، قال لي واش كاين احسن من الله تهربي ليه. في ديك اللحظه بحال الراجل غبر وبانت ليا الكعبه وراه، بان ليا يعني بحال شي ضبابه وبدات كيتبان ليا بانت لي الكعبه. صافي ديك الساعه وانا نفيق، ديك الفيقه اللي فقت كنسمع الاذان ديال الفجر. صافي نط ديك الساعه الغد اللي فقت قلت للوالد انا ما بقيتش بغيت نمشي لتركيا، انا بغيت نمشي للعمره. قلت انا مخنوقه ومحتاجه انني نمشي تما، ما بقيتش قادره نتنفس، بغيت شي بلاصه نقيه، داك الغدر والكذوب اللي داير بيا ما بقيتش قادره نعيشو. وفعلا ديك الساعه مشينا، وملي مشيت هزيت شخص وحطيت شخص، في لحظه نسيت الالم، في لحظه نسيت كل شيء، وليت كتبان لي الدنيا صغيره صغيره بزاف، وليت كتبان لي حتى شي حاجه ما تستحق، حتى شي حاجه ما تستحق اننا نعذبوا راسنا على قبلها ولا نتالموا على قبلها. هي الدنيا كلها وفيتها، الانسان يفرح، الانسان يبغي الناس، الانسان قد ما استطاع يكون مخلص للناس. ما كاينش شي حاجه تستحق ان بدا يوسخ وجهه ويبيع ضميره باش يرضي الناس. صافي مشيت ودوزت المناسك ديالي ورجعت، ورجعت واحد الانسان اكثر قوه، باش انني في بلاصه ما انني باغي نهرب من ديك المشاكل رجعت. وانا ما دايرهاش صراحه يعني بحال شي وحده مكتفه وكنتسنى الله سبحانه وتعالى شنو غيدير في داكشي. يعني كانت مسائل كبيره اللي وصلت محكمه مع ناس وشي امور. صافي جيت كنشوف المشاكل دايره بيا والمشاكل دايره بيا المشاكل، ولكن ما عاد حسيت بحال التبات. قلت كنقول لي جيت عند الله مرحبا بها، لي جيت عند الله مرحبا بها. انا انسانه بطبعي مريحه، باغا نضحك، باغا ناكل، باغا نعس، باغا نخرج، باغا نسافر. حتى الجانب الديني اللي شخصيتي ما كنبغيش نبينه انا في اليوتيوب، علاش؟ لان كنامن بان المسائل الدينيه بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، سواء كنا كنقرا القران، كنصلي، وكنديروا خير، كنصدقوا هذيك مسائل بيني وبين الله سبحانه وتعالى، ما كنبغيش ندوي عليها وما كنبغيش نجبدها، الا الى شي حاجه بسيطه اللي كنبغي فقط نعطي بها بعض النصائح للناس. الناس تبارك الله كلشي عارف دينه، غير بعض الاشارات اللي الناس تقدر يكونوا غافلين عليها او ناسينها او عاجزين عليها، فكنبغيو نشجعوا بعضياتنا عليها. المهم جيت وفرحت، فرحت فرحت واحد الفرحه ما كتوصفش، وكانت واحد البدايه جديده في حياتي. وفي هذيك اللحظه اللي انا في قمه الازمه لقيت اصدقاء اخرين، اصدقاء اخرين اللي ساندوني وقفوا بجنبي، وعمري ما نسى خيرهم حتى لدابا. هادشي داز عليه 4 سنين او اكثر، ومنهم الاخت فوزيه اللي معزتها، واخا يعني ما كتوصلش بزاف، ولكن معزتها ربي اللي مطالع بها، لانه المسانده اللي ساندتني وزوجي لها نموت وما ننساهاش. ماشي غير هي، بزاف الناس ساندوني، وكنقول لهم الله يجازيكم بخير، وفي ذاك المقام والله اللي دعيت معاهم في ظهر الغيب، وكنقول يا ربي يا ربي يا ربي تعطيهم قد الخير اللي في قلوبهم. دابا غادي نشارك معكم بعض ديك لي سوفونير اللي باقيه محافظه عليهم من ديك الساعه. اجيو اكتشفوا معايا دابا لي سوفونير اللي خازناهم في هاد لي بواط. هنا هادي غادي نوريكم هادشي شنو كاين فيهم. هاد هي اللي عطاها انا فرقوا علينا، انني كنت مشيت في تركيش ايرلاين، انا مشيت في خطوط تركيا. غنوريكم هادو فرقوهم علينا في الطياره، غنقول لكم اشنو فيهم. هذا هو الباج ديالي، هذا اللي انا مشيت فيه، اللي كنت دايره يعني ملي كنت تما عارفين باش ما نتلفوش. وهذا اللي كتشوفوه هنا، هذا فيه الخمار ديالي، غادي نوريه لكم دابا. هذا حتى هو عطاوه لينا، غنوريكم شنو فيه. هادشي كلشي عطاونا في الطياره، وهذه البي ديال الطياره باقي عندي حتى لدابا. قلت لكم انا من النوع اللي كنحافظ على الاشياء ديالي، ما كان غنوريكم دابا داكشي بالتفصيل. دابا غادي نوريكم السكري، الشو اللي مخبيه انا في هاد البواطه.
المهم انا ديجا جبت الخمار ديالي كتوريته لكم، ها هو هذا الخمار اللي كنت دوزت به العمره ديالي، بقى عندي صراحه دايره فيه الريحه وجامعه في هذا السويك هذا. هاسبيك خرج من الالوان، المهم اللي جيت راكم عارفين الهجوم اللي عجبته شي حاجه بدون نقاش كيديها. هذه البيه ديال الطياره، انا مشيت مع الخطوط التركيه، وانصحكم صراحه اللي بغى يسافر يحاول انه يشوف لي زاجونس اللي كتعمل مع الخطوط التركيه، لان لي سيرفيس ديالهم خيرين. ها انتم شوفوا شنو فرطوا علينا في الطياره، هيا تركيش ايرلاينز، شوفوا شنو عطاونا. تصوروا وحنا غاديين في كنا غاديين حنايا في الطياره، وعرفتي لبيك اللهم لبيك، وكيشرح السيد كيشرح لنا اشنو خاصنا نديرو، زعما واحد المعامله فرق كبير بينهم وبين الخطوط الاخرى. شوفوا شنو كاين وسط من هذا الساك، هذا السكان كنعطيو ليه جوج، لان حنا مشينا جوج طيار، درنا ليسكال مشينا في الطياره الاولى من المغرب لتركيا، والطياره الثانيه من تركيا لسميتو، ففرقوا علينا على جوج المرات. هانتو فيها دي زربيه تصلا راه كبيره كتطوى، هذه زربيه على اساس هذا الساك عندك بلا ما تكثر عليك تقل في ما مشيتي تصلي بها. وعطينا هاد السويك هذا، شوفوا شنو فيه الداخل على حسب الطياره، راكم عارفين الساعات طويله ديال السفر هذه، وعارفين باش زعما الظلمه والتقاشر، لان عارفين الزليج ديال مكه والمدينه كيكون لو فيغ الاخضر. شو هادو التقيشرات على حساب لبسوهم البرد تما، وعطاونا حتى واحد السبحه الكترونيه كنبقى تبرك عليها باش عارف راسك شحال ذكرتي. الله ها مرة عندي منهم زوج، هذه الاولى وهي الثانيه باقا في البلاستيكه ديالها، لان كي قلت لكم هاد السكان زوج، والساك الاخر ما عرفتش لما عطيته شي واحد عجبو قال لي عطيه ليا. ها هو راه نفس الشيء فيه، هذا الثاني اللون مختلف حتى هو فيه التقيشرات، غير هما ما فيهمش الخضر هذا، وفيهم هذيك ديال العينين. شوفوا هنايا شنو هذا، هذا هو اللي كنرجموا به الشيطان الرجيم، شي هذا كتشد كتبقى تشيه تشيه، وحده الجهله وحده الجهله وحده الجهله تتبقى مزيان، وهذا هو اللي في الحج كي يرجموا به الشيطان الرجيم. وهذا البادج ديالي، هذا البادج ما كانش كيفارقني ولو دقيقه، هذا هو اللي فيه المعلومات ديالي وسميتي. المهم لا بنادم تجلى ولا توضر ولا مرض ولا سخاف، المهم كيعرفوا شكون من دوله، وهذا ها هو رقم المسؤول بالسعوديه، حتى من المسؤول علينا بالسعوديه كاين الرقم ديالو. وهذا الوطيل اللي كنت فيه، مجموعه فنادق القصر الابيض. المهم هذا هو الوطيل اللي كنا فيه، كان في شارع الهجره، وما عطينا زعما كاع المعلومات الاساسيه باش المهم هنايا هذا الشيء هو اللي اخر حاجه غنوريها لكم. هاد المصاحف واحد خديته من المدينه المنوره، خديته من المسجد النبوي، كاين تما مكاتب الارشادات، فانا ملي مشيت للمسجد النبوي بقيت طلبت السيد اللي قلت له انا بغيت المصحف، قال لي لا هادو وقف ديال المسجد ما عندكش الحق تخرجي معك. المهم مشيت بقيت كنطلبو، قلت انا راه بغيت شي حاجه من ريحه هذا المكان ديها معايا وتبقى، فرب مشقة الانفس صراحه خديتو، يعني المهم خديتو انايا في المدينه، المهم السيد عطاه ليا، يعني بقيت طلب، هو قال لي راه ممنوع، قال لي تترجعي لعندو نعطيك شي واحد من دوك القدامين اللي عندهم. فالمهم انا لصقتو على هذا باش يبقى عندي، وهذا راه ماشي ديال العرب، هذا ديال الالبان. هانتو شنو مكتوب فيه الداخل، شو الطريقه هذه، فيه القران بالعربيه ولكن مترجم هنايا باش يقدروا الاخرين يفهموا دوك الغير عرب، وكاين هذاك ديال الاردو ديال الهنود وباكستان، وهذا خديته من مكه. فاستغفر الله العظيم، انايا فاش كنت في مكه نفس المشكل، طلبت السيد اللي مسؤول تما فما بغاش، عرفتي طلبته وعاود طلبته وعاود طلبته وعاود طلبته وما بغاش. في الخير ربي يسمح لي، انا مشيت شريت ثلاثه ديال المصاحف وحطيتهم في تما في مكه في الحرم في المسجد تما،
وخديت هذا خرجته وديته معايا، استغفر الله العظيم. ما عرفش انا، يا ربي اسمح ليا، ولكن ما قدرش صراحه. انا بغيت شي حاجه من داك المكان تبقى عندي، وشي حاجه اللي يكونوا قارين دايزين عليها الالاف والملايين ديال المسلمين قارين في هذا الكتاب، فانا بغيته. ولكن جبتهم كيبقاو عندي وخازناهم، حاطاهم عندي كتذكار من داك المكان المقدس، لان صراحه شي حاجه اللي المهم. انا بس بغيت نعطيكم بسرعه باش ما نجيش نطول عليكم اكثر، غنعطيكم نصائح فاي واحد بغى يدير عمره ثانيه، لانه ملي كتمشي كاين شي واحد كيكون عنده، يا اما شي واحد في والديه ميت، يا اما شي حد قريب ولا كيبغي يدير له عمره. فانا ملي مشيت درت لهاد العمرات، العمره الاولى كدرتها ليا، والعمره الثانيه كدرتها واحد الشخص عندي عزيز متوفى الله يرحمه، والثالثه واللي ما كانش في الحسبان حتى لاخر لحظه كان اتصل بيا زوجي اللي قال لي عافاك واش ممكن ديري لي العمره الام ديالي الله يرحمها. فمشيت لمسجد عائشه ودرت العمره لعجوزتي الله يرحمها مسكينه، فهاد النهار يا ربي ويرحمها ويرحم جميع اموال المسلمين ونزل عليها الرحمات في هاد النهار هذا في شعبان، وتكون ان شاء الله من اهل الجنه، توفات صغيره الله يرحمها ويبدل شبابها بالجنه. المهم اللي باغي يمشي فلا ضروري خاصو يخرج على حدود الحرم، حدود مكه، فخاصو يمشي لمسجد امنا عائشه. فداك المسجد تما كيمشي كيتوضا كيصلي جوج ركعات في مسجد تما. بزاف الناس كاين اللي كيصحاو خاصو يمشي يعوم تما، كيديو معاهم الصابون وكيديو عرفتي كيوسخ واحد الحمام تما، صراحه عيب وحشومه. هذه اول سلوك ما عجبنيش، ان بنادم كيمشي وكيوسخ الدنيا تما، والنظافه مشكل. بنادم انت ماشي تعبد الله، وفي ما مشي تلوح الزبل، وفي ما مشيت تلوح الوسخ، حشومه. ثاني حاجه اخرى عدم الاحترام، كيمشي المسجد بحال دابا انا مشيت في شعبان، وشعبان كيكون زحام، خصوصا انه كاينين الناس الشيعة بزاف، الناس ديال كربلاء ديال العراق والناس ديال ايران، وكنا حنايا مغاربه كاينين توانسه وكاين مصريين، وكنشوف بنادم كيتزاحم وكيقول له يلا اللي صلى يخرج، يلا اللي صلى يخرج، يلا عرفتي كيطركب باش كيغوتو يغوتو. حشومه انت ماشي لبيت الله وجالس، خصوصا يعني بعد كنا لقينا المشكل مع واحد الجروب كان قبل منا ديال المصريين، يعني عرفتي واحد الوحده الطريقه باش باغا دابز، عرفتي بحال شي وحده في الحمام وباغا دابز، يلا خرجوا انتو ما تفهموش، انتو جايين منين، انتو كحشومه كاع داك الاسلوب، انتو جايين كلشي بالخاطر، احنا كنا جايين بواحد الشوق وهذا لذاك المكان، فالانسان يحترم ولا داعي لهاد المسائل هذه، لان راه ممكن انه يضرب كلشي في الزور وتزق ذوك العمره ما مقبولاش ليه. المهم نتمنى ان تستفدوا من تكون كان استفاده في هذا الفيديو هذا، واللي عنده اي تساؤلات فراه يخلي ليا في الخاص، ماشي في الخاص في الكومونتير، خلوا ليا في الكومونتير. وحاجه اخرى ثاني، اخر حاجه بالنسبه للناس اللي باغيين يتقداو، شوفوا احسن حاجه تقداو من المدينه، اخر معلومه غادي نقولها لكم ونصيحه، من الاحسن تقداو من المدينه. علاش؟ لان فيها اثمنه رخيصه. بالنسبه للمدينه فراها واحد السوق كبير سميتو قباء او قباء، فيه راه كاين نيت مسجد قباء تما، منو خدا الاسم، فيه داكشي رخيص 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 فوق ما تتصوروا. بالنسبه لمكه حاولوا تجربوا طيبه، ما تقدوش منها لانها غاليه، انا تدربت فيها في هاد العبايه، هاد العبايه خديتها من تما وخديتها غاليه بزاف. وبالنسبه لمكه فاحسن مكان ممكن تقدو منه هو العزيزيه، شارع العزيزيه فيه مولات، واحد المول سميتو مول الجوهره، فراه في اثمنه رخيصه، تقديت منه لي اكسسوار، تقديت منه حوايج، شريت منه عبايات، ما خليتهمش، شريت منه باثمنه رخيصه. نتمنى ما نكونش طولت عليكم، وشكرا على المشاهده، والى اللقاء. تسناونا في الفيديو المقبل باش نوريكم المشتريات ديالي من مكة والمدينة، وإلى اللقاء.